إيهاب بيقول اللهم بارك، دول اللي يتقال عليهم كباتن الأهلي بجد. خالد أيمن بيقول منور يا كابتن إسلام أنت وسعد والحاوي، أوعى تعتزل أبدا يا حاوي، ده لسه قدامك بدري. على فكرة أنت كام سنة يا وليد؟ 36. 36 يعني قدامك سنتين. سنتين. أنا وجهة ما أعرفش وجهة نظري. ما... إن شاء الله كده. أصل أنت بسم الله ما شاء الله جسمك يعني ممكن يكون مثلا ايه مفيش عضل كتير، فانت مش محتاج اعتقد ان انت تبقى يعني كله عضل مفيش عضل. لا لا الحمد لله كابتن والله بتمرن كويس سعد عارف، بنام بدري. لا هو في نقطه بس بدون قطع كلام وليد، هو وليد يا كابتن اسلام لحد ما اتصاب هو بيلعب. ما هو بيلعب. ايوه ما انا عايز يعني لحد ما الاصابه جات له هو بيلعب وبيشارك كل مباراه موجود. وللامانه برده مش عشان وليد موجود، وليد اول لعيب بيجي النادي. كل يوم وليد اول لعيب بيجي النادي. يمكن انا في اوقات بقعد ايه اتخانق معاه، احنا بنعدي على بعض، لو انا بعدي عليه هو بيعدي عليا، فالتمرين التجمع في نادي الساعه 4، فاحنا مثلا يعني الطبيعي الطبيعي بنروح 2 انا وهو، بنروح قبل التجمع بساعتين. حلو. ساعه ونص بدري ده قبل التجمع. ده قبل التجمع يعني. التمرين هيبدا 5، انتوا التجمع 4 فانتوا بتروحوا 2. فمثلا بعدي عليه، فاليوم اللي هو يعدي عليا فيه الظهر جدا 12 يلا نروح النادي. ايوه في مع في ولاد هنقعد معاهم، ولادنا وفي اسره بالظبط. النادي الساعة 12 بنعمل ايه؟ هنقابل عم سيد عواد وميك هنقعد معاهم ماشي بس. وهنشرب الشاي وهنعمل كل حاجة يعني. وبعدين والليمون باللبن وكل ده. فوليد ملتزم جدا في موضوع التمرين وحافظ على وزنه، الجيم بسم الله ما شاء الله يعني. الحاجات دي كلها للأمانة، فهو وليد من الناس اللي خلاص عشان هو اتأسس على كده وتعود على كده فمحافظ على ده على طول. ايوه. فلسه. عبده شعراوي هترجع تاني امتى يا كابتن وليد؟ أنت دلوقتي أعتقد يا وليد تمام. انا ان شاء الله اسبوعين وهتمرن مع الفرقه باذن الله. انت دلوقتي بتمرن لوحدك؟ في الجيم بدات تقويات وبدات جري. جريت ولا لسه؟ بدات جري واحنا في المغرب. طيب كويس جدا. هاني عمار بيقول بحبك يا حاوي، سعد سمير الدم الخفيف بالتوفيق ان شاء الله. على فكره سعد سمير دمه خفيف وكل حاجه، بس دايما سعد بيفكرني وانا بقول له الكلام ده ببركات مثلا. يعني بركات ناس كتيره جدا لما شافت بركات مسك مدير الكره في منتخب مصر. فكل ما حد يجي يسالني يقول لي هو بركات قلت لهم بركات هينجح نجاح باهر في المكان ده، لان بركات بيعرف يفصل كويس جدا جدا ما بين التهريج والهزار. هو طبيعته كده، هو طبيعته يقعد يهزر ويضحك وبتاع، ولكن لما بيقلب الوش الجد بيبقى وش جد بحق وحقيقي. فاعتقد ان سعد كده يعني، هو مدينا الوش الجد النهارده كله، وانا موافق. انا مش لا خالص والله، بس هو لا والله كابتن اسلام دي حقيقه والله بجد يعني. سعد الناس واخده فكره ان هو بيهزر، لا هو دايما سعد. يعني لما يهزر انا احنا كلنا بنهزر. ما انا بهزر عيب ولا ايه؟ والله يعني من اكتر الناس اللي بتهزر. ايوه ما انا عشان كده الناس شافتني بهزر. يعني ممكن اقول لك على لعيبه يعني مش بيهزروا بيتشقلبوا، بس ما بيبانوش. لكن بس كله بان بقى في الفيديو اللي احنا ورانا مثلا. كل الناس بان. لا والله على وليد يا كابتن والله العظيم للامانه سعد من النوعيه اللي هو بتحمل مسؤوليه جامد جدا وعنده انكار ذات غير طبيعي. كل ده وليد انا عارفه، مش من دلوقتي. لا الناس فاكره ان هو بقول لك ايه، بركات كان دايما بيبقى احسن واحد في الماتشات النهائيه لما بيلعب، في الماتشات اللي قبل النهائيه، في الماتشات الكبيره كلها بتلاقي بركات ده. وبعدين ايه، احنا ممكن واحنا نازلين الملعب، ما انت فاهم، احنا كنا بنبقى نازلين الملعب مثلا ها لما يفك لك الرباط يعمل لك اي حاجه من الحاجات. فيعني يزقك يعملك بتاع. انت خلصت عليه في 2006؟ انا اللي خلصت عليه في نهايه 2006. يا راجل اسكت. لا ده بقول لك حاجه، هو اللي مخلص عليا 90 سنه. حاجه وخلص على الكابتن اسلام في ماتش بتروجيت في السويس. لما كانت كان وليد بيلعب عليا، كان وليد انا واسامه، كان 3-4 بيلعبوا عليا لوحدي. اسامه رجب واسامه محمد. لا اسامه حسن، اسامه محمد الباك ليفت. فكان وليد واسامه ومحمود عبد الحكيم، فالثلاثه عليا انا لوحدي وهو بيلعب. ما بيرجعش. كان لسه راجع من اصابه. فالراجل ايه مانويل قال له خليك انت واقف قدام. فوقف قدام وانا ايه سايبني انا بقى، انا على وليد سليمان بقى، وليد سليمان محمود عبد الحكيم واسامه محمد. اسامه محمد لوحده يعني كبير جدا طبعا. فانا اروح لاسامه الاقي وليد في ظهري، اروح لمش عارف ايه بطلني بساعتها. محدش كان بيغطيك؟ لا محدش. كانت ايام. خلاص يا كابتن اسامه. هقول حاجه ثانيه. صلاح العربي بيقول فعلا بطولات الاهلي مش من فراغ، لما الواحد بيشوف الروح الجميله دي وكباتن كبار زي كابتن وليد وكابتن سعد. وعايز اسال كابتن سعد وكابتن بعد الاعتزال بتفكروا في التدريب ولا في الاعلام؟ لسه بدري يا صلاح ولا ماشي يعني؟ ايه رايك يا سعد؟ انت لسه بدري والله. لسه ما فكرتش في الكلام ده؟ لا خالص انا مفكر. وليد لا خالص والله كابتن. بيجي وقتها. يارا ناظم بتقول يا كابتن اسلام فك كابتن سعد شويه، ايه سبب الهدوء العجيب ده؟ مش عارف، ما عنديش فكره، ما هو موجود اهو. ما اعرفش. احمد مساء الخير يا كابتن اسلام، في نقطه عاوز اتكلم فيها.
مع سعد بخصوص فرحته بعد كل بطولة. جميل جدا اللي هو بيعمله ده. تمام، مبروك يا رجالتنا، دايما رافعين راسنا. هنكمل، ابعتوا لنا في هاشتاج الحاوي وسمير مع الشاطر، هاخد كل الاسئله. أنا عايز اسئله بقى من الاسئله الثقيله دي عشان الكابتن وليد والكابتن سعد يقدروا يردوا عليكم في كل الاسئله القادمه.